خلونا نستعرض مع حضراتكم ابرز ارقام الجوله ال 14. يمكن ابرز ارقام الجوله شهدت الجوله ال 14 اشهار البطاقه الحمراء مره واحده لمدافع النادي الاهلي رامي ربيعه من الحكم احمد الغندور. شهدت المواجهات للجوله ال 14 تسجيل 20 هدف في 8 مباريات بمعدل 2.25 في كل مباراه بواقع 9 اهداف لاصحاب الارض و11 هدف للضيوف. اكثر مواجهات الجوله تهديفا شهدت 4 اهداف في مباراتي اسوان مع وادي دجله 3-1 وبيراميدز ايضا مع نادي مصر المقصه بنفس النتيجه 3-1. سجل 18 لاعب في الجوله الحاليه بالاضافه كمان الى هدف ذاتي لابراهيم ابو اليزيد طبعا لاعب نادي الاسماعيلي لمصلحه سموحه. هداف الجوله هو عبد الله السعيد برصيد هدفين. 5 لاعبين سجلوا لاول مره هذا الموسم وهم ابراهيم يحيى من امبي، الغيني موسى دياورا من الانتاج الحربي، حسام عرفات واحمد رمضان بيكم من وادي دجله، ومحمد حمدي من بيراميدز. لاول مره سجل البدلاء كمان 3 اهداف فقط في الجولة الحالية، منها مصطفى سلطان من نادي مصر، وليد سليمان الأهلي، صلاح أمين مصر المقصة. وشهد الشوط الأول تسجيل 10 أهداف ومثلهم في الشوط الثاني. سجل الأجانب 4 أهداف، سجل الغيني موسى ديوارا للإنتاج، ناميبي بنسن شيلونجو من الإسماعيلي، المغربي عبد الكريم الوادي من وادي دجلة، والأوغندي مانويل أوكوي لاعب الاتحاد السكندري. بالمناسبة يا جماعة مانويل أوكوي لعيب كويس جدا، لعيب مؤثر بشكل كبير جدا مع الاتحاد السكندري. اتفرج على ماتش الاتحاد، لا الراجل عامل شغل كبير قوي، لعيب عنده لسه كتير قوي مع نادي الاتحاد السكندري. 4 كمان كلين شيت فقط تحققت هذا الاسبوع، كانت من طبعا محمد الشناوي للمره العاشره هذا الموسم، عامر للمره الثامنه، وعماد السيد للمره السابعه، وعلي فرج لاول مره في الجوله ال 14.